إن اهتمام السينمائيين وعلماء الآثار والسياح بهذه المعلمة التاريخية جعلها تحظى برعاية منظمة اليونسكو التي ضمتها إلى قائمة التراث العالمي. ومنذ أن تم ضمه إلى التراث العالمي الإنساني سنة 1987 عرف قسويت بن حد وبدعم من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع عديدة تتمثل في ترميم أبراجه وواجهاته. وسوف تشمل عملية الترميم المنتظرة هذه أروقته ومسجده، إضافة إلى ترصيف أزقته وتشييد بنايات سياحية حوله لينتعش اقتصاده واقتصاد أهاليه. هذه الأعمال قد تستغرق وقتا طويلا لما تتطلبه من جهد جهيد ودقة لا متناهية، حرصا على احترام تفاصيل القصر المعماري. وبالرغم من وضعه كتراث ذي قيمة عالية وإمكانيات كثيرة، يعرف القصر تحولات عدة تتلخص في هجرة السكان المتواصلة من المنطقة واستقرارهم بالضفة اليسرى للنهر، تاركين القصر عرضة للدمار والخراب. فساكنة الموقع اليوم لا تتعدى 800 نسمة، تعيش أغلبها خارج القصر، بينما لا تعيش داخله إلا نحو 10 عائلات فقط. أما سندغيك العائلة تكون في فرندق فرندقيس بن حدو دون تسجين وسيف زدندقيس باش تزدندق وماس يجي القدرون باش ينتعج انتعش نقل حركة نسن سكن ريستورات سكن المأوي يعني السياح باش تعيشن. لماذا؟ لان المنطقه فقيره ورلت الامكانيات ورلت المردوديه ورلت اللي ما استعاونني خفنسن. اذا اش كانت تسجل القدرون الزغنقيس او خدت طلب السلطات المعنيه باش تغون صدوار نسن، ولكن ورلت اللي قندرت ورلت اللي ومان ورلت اللي الضو. اذا ما مسرات داغون مسرات داغون يخسر الامكانيات الساكنه يقاس توفرت يمكن الاستقرار باش يمكن الاستقرار باش ينتعش جوجل سونس ينتعش الداخل نس باش يعيش، لانه هو الانسان الانسان خصها تعيش العيشه الكريمه. فهل ترجع الاهالي يوما الى الديار؟ وهل يعود القصر الى ما كان عليه من عمار؟